طيب خلينا بقى نروح للمعدل العام لهذا الفريق. اتفضل. المعدل العام لفريق اولسن معدل استحواذ 64%، معدل برضو بيورينا ان الفريق بيلعب على الاستحواذ. ده تجرس. نعم ده تجرس. ده اسف، ده تجرس. لو هاتوا لنا يا جماعه المعدل العام لاولسن، معدل الاستحواذ 56% ليهم، 56%، وبالتالي هو اقل من بس رقم كبير طبعا. 56% ده 56 رقم كبير يعني يعني كل مباراه يا كابتن بيحصل استحواذ. بس عدد التمريرات الاكثر فريق بيعمل تمريرات في البطوله بايرن والنادي الاهلي، فبالنسبه للدوريات طبعا هنتكلم عنها دي، لكن احنا خلينا في اولسن. نعم فتاني 56% بشوف ان هو رقم جيد جدا، بيديهم الاستحواذ في اي مباراه بيلعبوها. معدل التمريرات عندهم برضو مرتفع 86%، عاملين 581 تمريره صحيحه، ده امر جيد. معدل اهداف 2.3 برضو رقم جيد جدا بالنسبه لفريق بطل وفريق بيهاجم. معدل اهداف داخل مرماهم 0.7، بنتكلم هنا بس ده في البطوله طبعا، في بطولة دوري ابطال اسيا، ما بنتكلمش بشكل عام. بشكل عام لو اضفنا الدوري الكوري الوضع هيختلف تماما. الوضع هيختلف وعندهم مشاكل في الدوري. معدل التصويب على المرمى من كل 14 تصويبه على المرمى بيشوطوا 6 ما بين 3 خشبات، كلين شيت او الشباك النظيفه 3 فقط. معدل العرضيات عندهم 15 كره عرضيه في المباراه، وده برده يا احمد رقم كبير. صح.